وباجولي هذا لمن لا يعرفه، برنار باجولي، وهو من مواليد 49، هذا مسؤول فرنسي وصل إلى أعلى الرتب بما فيها مستشار الرئيس ساركوزي، بما فيها المنسق المخابرات أجهزة المخابرات الفرنسية، بما فيها وأيضا رئيس أجهزة الكونسي ناسيونال دي رونسينيمون، رئيس مجلس المخابرات الفرنسية، وآخر منصب كان سفير في أفغانستان. لكن اللي يهمنا هو حينما كان سفيرا في الجزائر ما بين 2006 و2008، ما يقول في كتاب كان كتبه قبل 3 أو 4 سنوات، وكنت علقت عليه يومها في أعتقد في قناة المغاربية كما كانت تسمى الأوراس يومها. يقول من بين ما يقول، أنا كنت علقت عليه في موضوع الانقلاب وهذا كنت أتكلم عليه، لكن يقول فيما يقول فرانسوا باجولي، يقول la demi-douzaine d'hommes d'affaires que le colon présentait comme était comme tel était plutôt des capitalistes d'État, voire des affairistes liés au service et au pouvoir qu'il contribue à corrompre. خلاصته يقول لك أن هذا الكمشة نتاع ما يسمى برجال الأعمال في الجزائر، أو كما يقدموهم كرجال الأعمال، أنهم كانوا في الحقيقة أشخاص أقرب إلى أنها كابيتاليست ديتا، يعني بمعنى أن المال الدولة يستخدموه كابيتاليست ديتا، فوار أخطر من ذلك أنهم ديزافيريست بهذه العبارة، يعني ديزافيريست وشنو ليو سيرفيس، مرتبطين بأجهزة المخابرات أو بالسلطة عموما، ويقومون بالرشاوي وبالارتشاء. ويحكي في كتابه اللي سماه Le soleil ne se lève plus à l'est، الشمس لا تشرق، لم تعد تشرق من الشرق، ميموار دان امباسادور بو ديبلومات، إيديسيون بلون، PLON، أي مذكرات سفير ليس بالدبلوماسي أو قليل الدبلوماسية. هو في الحقيقة نعم الكتاب أنا كنت قد طلعت على أجزاء منه، كتاب فيه كثير من ما يفضح ويكشف، يعني أنصح بقراءة الكتاب هذا. يقول فيه أشياء كثيرة، والخلاصة هو أنه لم يكن هناك رجال أعمال في الجزائر، وأنه قال أنه ناقش مع بوتفليقة هذا الموضوع، وقال له شوف احنا ما عندناش رجال أعمال، وأنا خارجين من الإرهاب 10 سنوات إرهاب، وأن في نهاية المطاف الدولة لازم تتصرف بهذه الطريقة، وأشياء كثيرة. هو طبعا عنده فقط فصل واحد عن الجزائر، لكن هذاك الفصل مهم أن يطلعوا عليه الناس وأن يعرفوه وأن يشوفوا فيه، مش شرط أن نصدق كل ما يقول، لكن كاين أشياء كيف نعرف أنها صحيحة ولا لا من الـ من الـ من, الـ من ما يحدث من أشياء حدثت في الماضي أو حدثت الآن أو حدثت هذه الأيام أو حدثت قبل أشهر، نشوفوا ماذا يقع بالفعل. يعني ثبت أنه ما قالوا على هذا الكمشة نتاع اللي ما يسموهم رجال أعمال أنهم سيدي زافيريست في أفضل الحالات، يعني في ديزافيريست في أفضل الحالات، وأنهم صنيعة النظام، وأنهم مرتبطين بالمخابرات، أي أن في نهاية المطاف أموال الشعب الجزائري أعطيت لأشخاص، وهذوك الأشخاص يقولهم إن على أنهم اقتصاديين وصناعيين و و و وهم ليسوا أكثر من أذناب لنظام الحكم القائم وللمسؤولين القائمين. في هذا الفيديو entre le premier et le second tour il y a des contacts auxquels je participe modestement entre les généraux et la France et je suis à l'Élysée 2 ou 3 fois et Mitterrand donne son accord de manière sibylline mais très claire pas de manière formelle mais très claire donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu. ماركياني كان يومها الشخص الثاني في المخابرات الخارجية الفرنسية، يقول
يعني مسؤول فرنسي كبير جدا في المخابرات الفرنسية، يقول أنه ما بين الدور الأول والدور الثاني، يقول هذا لإخواني اللي ما يعرفوش فرنسية أو ما يتقنوها جيدا، أنه ما بين الدور الأول والدور الثاني جرت اتصالات ما بين الجنرالات وفرنسا، وأنا شاركت فيها. وفي هذا الإطار ذهبت إلى الإليزي مرتين أو ثلاثة وقابلت ميتيران. وما هو رد ميتيران؟ يقولها بصريح العبارة. خلينا نعود نسمعه بالضبط وش يقول على ميتيران. إذا ميتيران دو مانيير سيبيلين مي تري كلير، ما فيش دور ثاني. شفتوا وين اتخذ القرار أيضا؟ يعني القرار لم يكن، لأن الكابرانات تاع فرنسا اللي كان يقودهم نزار ومن معه، لو أن ما كانش فيه ضوء أخضر، وهنا ها هو مسؤول فرنسي كان مسؤول كبير جدا في المخابرات الخارجية ويتحدث وينقل عن الرئيس الفرنسي ميتيران، يقول بأنها دو مانيير سيبيلين مي تري كلير، ما كانش دوزيام تور، ما فيش دور ثاني. قرار فرنسي، قرار من الإليزي بالذات. والحقيقة أن هذه الشهادة، ونعود نرجعوا للباجولي اللي حدثتكم عليه، لقيتها أيضا في كتاب باجولي هذا، لكن بطريقة مختلفة. باجولي وش يقول في الكتاب هذا؟ يقول أنه كان يرأس، راح نترجم لكم مباشرة يعني باش نربح شوية وقت. يقول أنه كان يرأس لو كوميتي انتر مينيستيريال دي رونسينيومون، السير، أي اللجنة الوزارية القطاعية أو ما بين الوزارات للأمن، لجنة مهمة جدا في الأمن وفي المخابرات الفرنسية. ويقول هذا، راهو رانا نتكلموا على مع 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 باجولي، باجولي هذا اللي راح فيما بعد يصبح من هو أكبر، خاصة في أيام ساركوزي، هو أكبر رؤوس المخابرات الفرنسية ويرأس حتى المكاتب، مكتب الرئيس إلى آخره. يقول سيلون ليكس بادرون دي لا دي جي سو، يقول بأنه كان إذا ربح الفيس، إذا أخذ الفيس السلطة في الجزائر، فإن من المحتمل أن يحدث ذلك إيميغراسيون ماسيف فير لا فرونس، أن يحدث ذلك لجوء هائل في اتجاه فرنسا. ولكن يقول باللي أيضا كان فيه رأي آخر، هو أو كونترير، باللي أنه ممكن أن الفوز تاع الفيس قد يخليه أكثر براغماتية، يكون براغماتي، يكون عملي، وأنه سيكون مضطر للتعامل مع فرنسا، فيكون مضطر أن يكون أكثر براغماتية. والخلاصة، مهم، ممكن الناس ترجع للكتاب وتلقاه يشرح هذا الموضوع. الخلاصة يومها، لأني يعني مازلت متذكرها لما قريت الملخص كاملا، أن كان هناك وجهتي نظر داخل هذه اللجنة، داخل هذا السير، لو كوميتي انتر مينيستيريال دو رونسينيومون، داخل هذه اللجنة العليا للأمن. رأي يقول دعوا الفيس، بما أنه انتخبوا الشعب الجزائري وفاز في الانتخابات، خلوه يفوت ونراقبوه ونضغطوا عليه بطرق معينة بحيث نجيبوه إلى أرضية الواقعية البراغماتية. يعني في نهاية المطاف سيضطر للتعامل مع فرنسا، وفرنسا تعرف كيفاش تجيبوه لهذه الأرضية. ورأي يقول نو واي، ما فيش نقاش، بادو باربي الجي، كما يقول ماركياني في منطقة، في كلام آخر على فرانسوا ميتيران. قال أن اللي كانوا يقولوا باللي ما فيش نقاش أو ما لا نسمح بوجود الفيس في الجزائر، هو هذا هو اللي غلب، هذا هو التيار اللي غلب، لأن صار نقاش بيناتهم، هما كلهم مسؤولين كبار من عدة وزارات، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ليليزي، إلى آخره، زائد المخابرات.
الأغلبية فيهم، في هذه الأشخاص، إذا كانوا 10 ممكن 8 منهم كانوا مع أن لا تكون هذه الانتخابات وأن لا يترك الفوز للفيس، لأن هذا خطر على المصالح الفرنسية. مرة أخرى أقول لإخواني أينما كانوا، سواء كانوا من أنصار الفيس أو ضد الفيس، كانوا نص نص، لم يكونوا قد ولدوا، كانوا أي شيء، كن ما شئت في رأيك، في موقفك ما شئت، مش مهم، لكن هذا هو التاريخ، هذون سيلي في الوقائع يتحدث عنها الشهود، وهذا الشهود هم خصوم للفيس، للجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتصريحاتهم خرجت فقط في ال5 6 سنوات الأخيرة، يعني بعد مرور أكثر من 20 سنة على الانقلاب، لأن هذه الأشياء تكشف مع الأيام، وسترون ستكشف أشياء أكثر في قادم الأيام وقادم السنين. إذا مسؤولين فرنسيين كلاهما كان مسؤول كبير جدا في المخابرات يقول من أن في حقيقة القرار، قرار إلغاء الانتخابات، كان أيضا قرارا فرنسيا وساندنا فيه الجنرالات. من هو المحترم؟ من هو اللي يقول أنا محترم، أنا عندي كرامة، أنا عندي عزة، أنا وطني، أنا مخلص، ويتلقى الدعم أو التعليمات من عند فرنسا المستعمر القديم، أو حتى مش مستعمر قديم، حتى من عند الفيتنام، أو حتى من عند فنزويلا، أو حتى من عند الكاريب، أي بلدة أو جزيرة في الكاريب؟ من؟ إذا كانت لك أدنى كرامة، حد أدنى، لا يمكنك أن تتلقى الدعم للقيام بانقلاب عسكري، أن تتلقاه من بلد آخر، فما بالك أن يكون من الإليزي، نفس الإليزي اللي كان يخوض حرب ضروس ضد الشعب الجزائري ويسميها الحرب على الإرهاب، وهي والحرب على الفلاقة والحرب على الخارجين عن القانون اللي هم الثوار الجزائريين والمجاهدين الجزائريين. وكان ما فاتش كثير، أنا ذاك الوقت كان 30 سنة فقط، أنا نتكلم على 92، كان استقلال الجزائر عمره 30 سنة، مازال ما كملناش 30 سنة. من؟ انسى ايديولوجيتك، كن شيوعي، كن ملحدا، كن اسلاميا، كن عنصريا، كن قوميا، كن ما شئت، لكن اين الكرامه الوطنيه؟ اين العزه الوطنيه اللي تخليك تساند او تطلب مسانده المستعمر القديم؟ والمستعمر القديم هو يعطيك الجرين لايت، يعطيك الضوء الأخضر للقيام بما تقوم به. لما أعطى الضوء الأخضر؟ خلينا نشوفوه، نسمعه منه مرة أخرى. الآن سيدنا ننظر، رئيس الجمهورية استقال، الرئاسة شغرة، الشعب الوطني شغر كما قلت، الدور الثاني مازال، كيف تم تقرير أو من قرر وقف المسألة؟ هذا هو واصل، تفضل. كاين زوج احتمالات، مع سمعتي الوضع اللي أنا هو. من هو؟ خالد نزار. كان يومها الجنرال ماجور خالد نزار وزير الدفاع. تاريخه صف ضابط ما بين 56 و 58 في الجيش الفرنسي. في الوقت اللي كانوا شباب مثله في منطقة الشاوية ينطلقون، المرة اللي فاتت قلت مسكانة، هي سريانة، يخرجون من سريانة المدينة نتاعو اللي ولد فيها، ويلتحقون بالجبال بمصطفى بن بولعيد وإخوانه. التحق هو في 56، في 56، مش قبل الثورة، بعد الثورة بسنتين التحق هو بالجيش الفرنسي لكي تبقى الجزائر الفرنسية. هذا هو اللي قرر، قال أنا هو وقفت المسار. وشفنا الآن تصريحين لمسؤولين فرنسيين مهمين جدا في المخابرات الفرنسية يقولوا أن في الحقيقة
أن القرار كان أيضا قرار فرنسي، وهو الذي أعطى الضوء الأخضر للجنرالات. وتجدون في كثير من الكتابات الفرنسية أن ما كان للجنرالات أن يقوموا بالانقلاب لولا أن الضوء الأخضر كان من باريس.